سعيدة غادي نتلاقاكم من خلالها مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي على القناة الأولى. ويشرفني رفقني اليوم الأستاذ حسن فرحي محامي بهيئة الدار البيضاء. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. سعيدة أيضا يرافقني دكتور دريس خضري الأستاذ الجامعي والكوتش في التدبير المالي. صافا دكتور؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. من دابا شوية غادي نتعرفوا عليك أو نتعرفوا معك على كثير من النصائح المهمة في التدبير المالي. موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام في استشارات قانونية غادي نتكلموا على العنف بالمؤسسات التعليمية. نسلطوا الضوء على هذه الظاهرة اللي في كل مرة كتعود تطلع للواجهة وكنسمعوا بها. أما فقرة إتيكيت وفن العيش فغادي نتكلموا من خلالها على الإتيكيت لازم تباعوا فاش نكونوا تنصادفوا أشخاص عندنا في المنازل أو في البيوت ديالنا لعدة أيام. ضيفاتنا جوج ديال السيدات اليوم في قصة نجاح اختاروا أنهم يصنعوا أو لا يعطيوا الانطلاق لأول ماركة للصباغة على الحرير، أول ماركة مغربية نتعرفوا عليهم اليوم وندخلوا العالم هما. البداية غادي تكون فقرة تدبير حياتي، فرصة من خلال هذه الفقرة اليوم نتعرفوا على ما هو الطلاق المالي. دكتور خضري، شنو المقصود بالطلاق المالي؟ الطلاق المالي في الأسرة هو فك ارتباط أسري لأسباب مالية، واحد النوع من الانفصال بين زوجين، مع العلم أنه كيكونوا تعرفوا كتكون عواطف وكيكون احترام وتقدير، ولكن كيجي واحد الوقت واحد المدة زمنية اللي كتبين فيها أن العيش بين هذوك جوج الناس ولا مستحيل، وماشي لأسباب عاطفية ولا أسرية ولا مرتبط بالإنسان. الفلوس سبب الفراق؟ الفلوس مباشرة. اختلاف على مستوى التدبير كيبان أن جوج الناس ما عندهمش نفس الاستراتيجية، نفس الخطة، نفس الرؤية، نفس النظرة للحياة انطلاقا من التدبير ديالهم للفلوس. الفلوس ممكن تكلموا على هذا النوع من الطلاق المالي شائع في المجتمع المغربي؟ طبعا. فيمكن لنا نقولوا على أن في 67% من الحالات ديال الطلاق اللي كيعرفها المغرب، 67% منه السبب ديالها مالي. ونعطيك الرقم ديال 2019. في 2019 36,980 حالة طلاق مالي وقعت في المغرب. مع العلم أن كل نهار كنعرفوا 46 حالة ديال الطلاق. فهاد 46 حالة ديال الطلاق 30 حالة تقريبا كلها السبب ديالها مرتبطة بأسلوب التدبير ديال الفلوس. النظرة كيفاش كنشوفوا. نعطيك اكزامبل، جوج الناس تعارفوا أيه، ولكن ملي كنكونوا في مرحلة الخطوبة وهذا هو الخطير، كندويو على كل شيء إلا على الفلوس. بحال إلا شي موضوع طابو وراه هو الموضوع اللي خصنا نتكلموا فيه، هو الموضوع الأساسي، الرؤية ديالك. هادشي علاش وكالات الزواج مثلا في الخارج كتكلم على هادشي. النظرة ديالك كيفاش انت كتدبر حياتك، كيفاش كتشوف المأكل، الملبس، السفر. كاين اللي الا ما سافرش مره في السنه تيكون نفسانيا ما بقاش مكتئب وما هذا. كاين اللي 4 سنين 5 سنين الا ما سافرش ما كيوقع ليه والو، مع العلم ان الاخر راه تدمر. كاين اللي لا مشى لمراكش عنده قمه الانتحار الطبقي، وبالنسبه ليه هذيك هو الاوج ديال السفر ديالو. كاين اللي لا مشى ويكاند لمراكش راه عادي عنده، ماشي شي حاجه. هنا كيبدا تشوف المرأة أن صرفت 7000 درهم ولا 8000 درهم في ويكاند في مراكش عادي، وهو كيبان ليه أنه راه انتحر طبقيا وفي صرف فلوس بزاف، وهذوك الفلوس مشاو ماشي في محلهم. هنا ما يمكنش لنا ننتظروا إلا خلافات مستمرة ديمومية غادية مع الوقت وغادية وكتكبر، غادة تولي غادة تصيفطنا فين؟ الاصطدامات النفسية، حيت حنا راه في علم النفس المالي دابا. كتولد عندنا اصطدامات نتيجة خلافات واختلافات تدبيرية في الأسرة. هنا هذا هو اللي كيخلي أن كل واحد كيبدا يشوف راسه أنه تصيد في هذاك الزواج. هذاك الزواج من بين الأخطاء ربما دكتور خضري قلت لنا في الخطبة إحنا كندويو في كل شيء إلا في الفلوس ما كندويوش. كيفاش كنصرف وأنت كيفاش كتصرف ما كندويوش في هذه. واخا من بين الأخطاء أيضا واش أن أحد الزوجين ما كتكونش عاجبه حاجة في التصرف المالي وكيبقى يسكت ويعمر يعمر 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 حتى شي نهار كيف ما تنقولوا تنفجر في وجه شريك الحياة. هذا خطأ. إلا أن ما عجبكش حاجة قولها، لأن كل واحد فينا جاي من بيئة مختلفة وبتربية مختلفة وبنظرة للفلوس كتكون مختلفة عن الآخر.
شوف يا لاله، منين كنشوفوا مثلا حاله الزواج في 2019، في 2019 عندنا 477,275 حاله ديال الزواج. الله يكمل بخير. الحمد لله بخير. أيه. كنقولوا اللهم الله ينفع. أيه. ولكن ملي كنشوفوا نشوفوا حاله طلاق في 2019 راه 55,470. بمعنى ان نسبه 11%، 11.6% ديال الطلاق. ويلي بزاف. كنطرحوا الاسئله، كاينه خلافات لاسباب مرتبطه بالانسان وبالحياه الشخصيه ديالو، الشخصيه الى اخره، هذاك ما كندويش عليه، هذاك الثلث. مي الثلثين كيكون نتيجه خلاف كنبقاو صامتين عليه وساكتين، وحنا كنتحملوا كل نهار. وديك الهوه كتكبر بين جوج ديال الناس، كيجيو ولاد. هذا هو المصيبه، انه ملي كيجيو الاولاد وحنا مختلفين على مستوى التدبير، التدبير المالي، وكنبقاو نخزنوا ودس دس دس دس، كتسمع نهار بغيت نطلق صافي، كتسمع انفجار في بيت مالهم ياك لاباس. لا، هو راه نتيجه تراكمات خلافات، كنختلفوا في الماكل، في الملبس، كنختلفوا في الامور الماليه، كنختلفوا في السياره، كنختلفوا في الوقود، كنختلفوا في الحياه، كنختلفوا على خبزه واش ديال الفرس ولا ديال القمح، لان كيولي بنادم يقلب على اقل سبه باش يختلف، وكنختلفوا حتى فين غنديروا الدري في المدرسه، الى مدرسه غنديروا مختلفين فيه، بمعنى ان اوجه خلاف، وكندخلوا في مسائل اخرى مثلا مرتبطه بذاك النصيب اللي كل واحد فينا كيعطيه لدارهم او كيعطيه الام، كنوصلوا لهذه المراحل، هذه المراحل، وهنا كندخلوا في امور حساسه جدا في البيت. دكتور خضري، استاذ فرحي محامي بالمهنة، كيف ما تنقولوا، بزاف الناس كتطلق بسبب الفلوس. بزاف الناس كتطلق في الفلوس بسبب الفلوس، هذا في الواقع، ولكن أمام محراب القضاء اللي هو في غرفة المشورة، اللي هو واحد المكان خاص كيكون فيه غير القاضي والأزواج والدفاع ديالهم، ما كتلقاش هاد الاسباب غاغ فين كيصرح بها الناس بلي راه عندنا هاد الخلافات، كتلقى وغالبا لان حتى القضاء ما في عندوش باب واسع باش يعرف، احيانا يقدر كل واحد كيصرح بما صرح به بسبب باسباب عاديه وكدوز المسطره ديال الطلاق، لان هذا امام القضاء بالضبط. وعاد خصوصا هو ان فيما يخص مدونه الاسره والقانون بصفه عامه، راه كاين فلوس المراه راه في الاصل في مدونه الاسره، راه ما هياش اوبليجي تصرفها، لان كتخرجوا في منظومه اخرى، كتعود حره فيهم، هي ماشي هي اللي كتعاون ولا نظام اخر اللي تنهضروا عليه، اللي ما كتلقاش هذه الاسباب باينه في المحاضر ديال الطلاق. استاذ دكتور خضري، عفوا، فاش كنتكلموا على طلاق مالي ربما يجي الناس غريب اننا ندويو في هذا الموضوع، الحقيقه هو اننا ربما عدد من الازواج كيكونوا عايشين وعاطين واحد الصوره على لو كوبل ديالهم. ما كيبغيوش ولا كيعتبروا حشومه انهم يقولوا احنا راه طلقنا بسبب الفلوس. فعلا واخا هو المسكوت عنه، هذا هو المسكوت عنه. من بين الاشياء اللي قلتي ممكن تكون صعبه هو فاش كيبدا واحد من الزوجين كيدخل الاخر، فاش كيعطي دارهم ولا اش كيعطي لوالديه ولا شنو صرف على والديه. فعلا هذيك المرحله كنوصلوا للاشياء اللي حساسه، كيكون اختلاف غير على الطاجين. احنا ديما كناكلوا طاجين بزاف علينا هادشي وهذا الى اخره، لا بغينا ناكلوا اشياء مشويه او لا كذا، كيولي كيبان لك اختلاف بسيط، كتقول هذا نغلبوا عليه، ولكن هو داك الاشياء الدافنه ما كنبينوهاش، هو راه اختلاف جذري في اسلوب ونمط العيش والطريقه ديال التدبير ديال الحياه. 38.6% من النساء العاملات مطلقات، ها هما كيربحوا الفلوس اللي تكلمت عليها الاستاذ فرحي، هما كيربحوا الفلوس، عندها استقلال مالي ديالها وغير مرغمه انها تساهم في البيت الى اخره، ولكن علاش وقعت هذه النسبه من نسبه الطلاق العامه 38.6% نساء عاملات مطلقات؟ مطلقات. اذا كاين كل انسان كيحتفظ كيبغي يحتفظ بديك الذاتيه ديالو اللي جات معاه من بيته، وهذا هو علم النفس المالي. علاش مفيد؟ لانه كيبقى يهبش في الظواهر وكيقلب على الاسباب ديالها باش نعالجوها. هنا كل واحد كيبغي يجيب نمط العيش ديالو كيبغي يفرضه في حياته الزوجيه، طريقته باش هو عرف اسلوبه كيفاش كبر، باش عرف شنو هما الحاجات اللي كيعجبو الاسره ديالو، الاسره ديالي تباني، حيت كيبغي كل واحد كيبغي بيته يكون استمراريه لذاك الشيء اللي عاش في دار بواه، وهذا يستحيل، لان في بيت زوجية خصنا دي كومبرومي دي زونتونت، خصنا توافقات بين أسلوبين مختلفين ونمط عيشين مختلفين، وهذا هو اللي كيعطي الوسط يناسبنا الجميع.
فعلا خصنا نقلبوا على داك لو كومبرومي. البيوت اللي كتوصل لداك لو كومبرومي يعني داك الحد الادنى ديال التوافق والتفاهم بين زوج ديال الناس اللي كبروا في ثقافتين ماليتين مختلفتين. وكل واحد منين كيبغي يجيب هذا ماشي كيبغي يجي ويفرض هذاك نمط العيش، لا كيقلب على توافق مع الآخر لأنه مختلف. دكتور خضري، ربما من بين الأسباب أيضا للوصول للطلاق بأسباب مالية كيكون بعض الأزواج الرجال تبغيو يفرضوا على الزوجات ديالهم كيف فين فلوسهم خاصهم يتصرفوا، وهذا واقع. كاين أزواج بحال هكذا، هي بالنسبة لها تمشي للحمام ولا تخرج دير سبا أحسن حاجة تقدر تحط فيها فلوسها، بحال كيبدأ ينقص من حجم ومن قيمة الأشياء اللي هي كتحط فيهم الفلوس. وهذا الشيء علاش كنا كنتكلموا على الفرق بين الميزانية المشتركة والميزانية الموحدة. ملي كتكون أنا دائما مع الميزانية المشتركة باش كتبقى واحد النسبة واحد الهامش ديال الحرية عند الطرفين، لا عند الزوجة ولا عند الزوج، لأنه يعني الإنسان تيعرق فلوسه وتيخدم عليهم كتبقى عنده واحد الحرية ديالو في جزء من فلوسه باش يتصرف فيها، بغى يعطيها لدارهم، بغى يخزنها، بغى يدخرها، بغى يشري بها حويجاته، عنده مسائل مرتبطة بالذات ديالو خاصة به هو. منين كتبقى ملي كيبقى هاد هامش الحريه كيكون البيت اقل عرضه لهاد النسبه ديال الطلاق المالي، لان كل واحد غادي يبقى عنده داك لانديبوندونس والمساحات ديالو. الله يجازيك بخير، هاد الكلمه ديال المساحات مهمه جدا، كل واحد كتبقى عنده مساحه ديال الحريه داخل البيت. اكيد. فاش نتكلموا على الطلاق المالي دكتور خضري، عنده تاثير كبير جدا على الاسره المغربيه. على الاسره المغربيه، وحنا كنعرفوا ان جزء منه فطري وجزء منه مكتسب. كاين اللي طبيعته هكذاك الانسان، كيف قلنا عند جاك بار كاينين ربعه ديال الشخصيات في التدبير المالي، وهاد ربعه ديال الشخصيات يمكن انا تزوج بانسان يعني انكومباتيبل، انا وياه ما يمكنش انا نربح وانت تخسر، ولا انا نخسر وهو يخسر وانا نربح، ولا بجوجنا جو غان تو بير، ياك تخيل جوج الناس جو غان تو بير والاخر حتى هو جو غان تو بير، هذا راه اصطدام فوري بين جوج ديال الناس. اذا خصنا في المرحلة ديال ملي تنكونوا كنتخطبوا خصنا نكتشفوا الآخر والبعد التدبيري ديالو والشخصية المالية ديالو، وهذا الشيء خصنا نخدموا عليه حتى في الثانويات وفي الإعداديات وفي المدرسة الابتدائية. من الآن كنكتشفوا الشخصية المالية ديال الإنسان اللي غادي نرتبطوا به حياتنا كاملة. نقطة أخرى مهمة جدا بزاف، لأن ذاك الجانب اللي كيكون مكتسب فين يكتسب؟ داخل الأسرة، الأب والأم كيصنعوا لنا شخصيه ماليه. ردوا بالنا كيفاش كنتعاملوا مع بعضنا في الطريقه الماليه ديالنا باش نكونوا مثال لوليداتنا. فعلا. ومنين كنجيو نتزوجوا كل واحد منا جايب معاه مولود ثقافي مالي، كل واحد معنا جايب معاه شحنه حموله ديالو جابها من ثقافته، من الناس اللي عرف من اصدقائه من 30 سنه اللي دوز حر ديال راسو، عاد جاي يرتبط. منين جاي يرتبط راه غير يرتبط ثقافه ماليه ديالو غترتبط مع ثقافه اخرى. هنا يا غتصدق وغنكونوا في داك الثلث، الثلث الناجي عند الله اللي كيبقى مستمر حياته، ولا هذوك الثلثين اللي كيوقعوا في تصدعات في البيت، اصطدامات، عراكات كتنتهي مع كامل الاسف عند دار القاضي. عند دار القاضي، مهم جدا وحنا تنتكلموا في هذا الموضوع، فاش كنتزوجوا بعضياتنا كاينه مساحه مشتركه بيناتنا، هذا جاء لحياتنا الجديده، ولكن كل واحد منا عنده الحق في مساحه خاصه به، مساحه خاصه به في العادات، في التفاصيل البسيطه، ولكن مساحه خاصه به ايضا في الجانب المالي، نحترموا باللي كل واحد منا من حقه تكون عنده واحد الحريه ماليه يدير فيها ما بغى، قليله اولا كثيره، انا وشريك حياتي كل واحد يتصرف ديك الطريقه اللي كتبان ليه مناسبه في هذيك المساحه الماليه ديالو، نحترموا بعضنا، نحترموا اننا مختلفين على بعضياتنا، باللي كل واحد جاي من ثقافته، جاي من تربيته، جاي من عائلته، وجايب معاه بزاف ديال الحوايج كيبانوا ليه هما صحاح في الخطوبه. ونبقاو في المرحله في ديك المساحه المشتركه. أكيد. بين الزوجين هذيك تتبقى مقدسه ومحترمه لانها فيها توافق قواعد. وفيها قواعد، فيها عقلانه وترشيد وحكمه متفقين عليها من نهار الاول. متفقين عليها، وهذا الشيء علاش دائما انا تنقولها في البرنامج في الخطوبه، كونوا صريحين مع بعضكم. فعلا. قولوا لبعضياتكم كل شيء. نعم. وريوا الخايب فيكم قبل من الزوين، هذا الشيء علاش باش يقدر هذاك الزواج ديالكم لا من الناحيه الانسانيه ولا الماليه ولا من مختلف الجوانب يكون بناء لواحد الاساس صحيح، وتقدر إن شاء الله زواجكم يدوم لسنوات طويلة. شكرا لك دكتور خضري. مشاهدينا الكرام، تعرفوا على شيفتنا اليوم وفقرة 8 شيء. مشاهدينا مرحبا بكم، اليوم كنقترح لكم وصفة اللي كتعجب وليداتنا وكتعجبنا حتى حنا الكبار، اللي هي لينوغيت ديال الدجاج. تفضلوا معايا باش نشوفوا المقادير ديال هذه الوصفة.
اول حاجه غادي نحتاجها عندي هنايا صدر ديال الدجاج هكذا غادي نقطعو باش ندوزو في الاشوار. عندي هنايا لا شابلور اللي خلطتها مع شويه ديال الكونفليكس ناتور، يمكن لكم تستعملوا غير لا شابلور بوحديتها ولا الكونفليكس بوحديتو اولا تخلطوهم كيف درت. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج شويه ديال التحميره اللي بدار، نص حامضه سودانيه اختياريه، ثومه غبره، واحد جوج معالق تقريبا ديال الماء، ومعلقه ديال النشا. ندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نجيب لاشواغ ديالي، غادي ندير فيها المكونات كاملين دقه واحده. غادي نجيب هكذا واحد الموس، نقطع الدجاج ديالي شويه باش يتطحن ليا مزيان. تقدروا ديروا الدجاج ولا العدان اللي متوفر عندكم صافي. وغادي نبدا نزيد في العطريه. اللي زوين في هاد لا غوسيت كتوجد بالزربه وكتجي لذيذه. نديروا مليحه واحد المعلقه ديال الملح، تحميره نص معلقه تقريبا غير باش تعطينا اون بيل كولور، ثومه واحد المعلقه ديال الثومه غبره، شويه ديال البزار، وكيف قلت لكم السودانيه كتبقى اختياريه. غندير واحد راس معلقه. عندي هنايا الماء، غندير واحد جوج ديال المعالق حتى لثلاثه، معلقه ديال النشا، معلقه كبيره داكشي باش درت انا جوج معلقات صغار، وغادي ندوز كلشي في الميكسر. الدجاج ديال الطحان كيجي هكذا خصو يكون منيل. دابا غادي ندوز باش ناخذ مقله، غادي ندير هكا تسخن وندير الزيت ديالي كتسخن، ونبدا نشكل في لينوغات ديالي على ما نخوي لو بلون دو طرافاي، نتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديال اليوم. غادي نضيف واحد شويه ديال العصير ديال الحامض، نسيت ما ضفتوش قبيله وانا كنطحن في الدجاج ديالي صافي. وغادي نبدا نشكل في لينوغات، نجيب واحد الطبسيل صافي. غادي نعجن هادشي مزيان باش يدخل ليا فيه داك الحامض. وغادي ناخذ واحد القياس، بطبيعه الحال القياس كيبقى راجع ليكم، غنديرهم انا شويه صغيورين هكذا ضغطهم ونديرهم في لاشابلور. صافي غادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدجاج، وندوزو باش نقليو لي نوغات ديالنا. ودابا غادي نبدا نقلي في لي نوغات ديالي من بعد ما سخنات ليا الزيت فوالا، ونبقى مستمره كنشكل فيهم حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ونتلاقاو باش نشوفو النهايه ديال الوصفه او الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي نوغات ديالنا. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات قادمه ان شاء الله. هاد المره دائما في اطار نشر الثقافه القانونيه في حياتنا اليوميه، في كثير من الاحيان ربما كنتصرفوا بلا ما كنفكروا، وكنساو بلي كاين قانون هو اللي كينظم العلاقات مع بعضياتنا. كاين اللي ربما كيسب شخص اخر كيسحب ليه راه غدوز هكاك، وكاين اللي كيضرب، وكاين اللي كيتعامل بمجموعه من الاشياء اللي هي خاطئه، والقانون عنده عقوبه لها. في الحديث على المؤسسات التعليميه، في كل مره تيرجع سيناريو عنف سواء ما بين التلاميذ، ولينا كنسمع في السنوات الاخيره عنف موجه ضد المعلمين والمدرسين والاساتذه. ظاهره العنف بالمؤسسات التعليميه او ما يعرف بالعنف المدرسي موضوعنا اليوم فقره استشارات قانونيه، وجاوبنا على اسئلتنا الاستاذ الحسن فرحي محامي بهيئه الدار البيضاء. اهلا وسهلا من جديد استاذ فرحي. اهلا وسهلا، مرحبا. كيف الحال؟ الحمد لله، مرحبا. العنف للاسف
جميع انواعه راه ما مقبولش فين ما كان ما مقبولش والقانون عنده هدرته في هذا النطاق ياك استاذ. خلينا نبداو باشكال العنف في الوسط المدرسي. هذا الموضوع لان المقدمه جميله لان العنف مرفوض وغير مقبول ومعاقب عليه. اذا كان نهضروا على العنف الممارس من قبل اي شخص في اي وضعيه مرفوض وغير مقبول ومعاقب عليه. حرم التعليم عنده خصوصيه، اذا القدسيه ديال المكان ومكانه المعلم وعدنا احنا في الثقافه ديالنا هذا هو اللي عطى وعاد تطور تطور. ربما المشاهد الكريم كي 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 كيعيش معنا هذه اللحظه ديال المدرسه، المعلم كيفاش عشنا احنا، كيفاش كان كيمثل المعلم، المعلم اللي كان في الزنقه كيهربوا الدراري في الزنقه في الدرب كيهربوا، المعلم اللي جاي داخل القسم ايغالمون كيلقى هاد التلاميذ كي الحضور ديالو راه عدو القدسيه ديالو. هاد الاشياء اللي ما بقيناش لان المجتمع كله التطورات ديالو والعنف اللي ولا ممارس بصفات غير طبيعيه في العالم دخل المدرسه. اذا دخل المدرسه هاد الشيء علاش ولينا كنلقاو واحد الانواع جديده من العنف. مثلا ملي كتدخل مثلا كتلقى التليفونات مطلوقه بجهد هذا راه عنف ممارس ضد المعلم. ملي كتلقى اللي هو بعض الالفاظ رمزيه متوجهة ما بين التلاميذ مع بعضهم او بعضياتهم ولا غنشوفوها من التلاميذ للمعلم ولا من المعلم ولا المدرس للتلاميذ. كاين الحالات ملي كنلقاو بعض العقوبات لان تا مثلا بعض الانواع حنا ملي تنهضروا دابا راه ما كنهضروش على جميع المعلمين. خليني نبسطها انا وياك للمشاهد الكريم. كنتكلموا على اليوم وشفناها في السنوات الاخيره عنف موجه ضد المعلمين والاساتذه من طرف وليدات في الاعدادي او لا في الثانوي. فاش خلينا نتكلموا ايضا على الطرف الاخر، استاذ باقي كيستعمل مسطره ولا عصا لا وكيضرب الاولاد على يديهم غير عنف مقبول. غير مقبول. هذا عنف معاقب عليه لان تضرب ولا بعض العقوبات بعض المرات بعض العقوبات اللي مثلا الى تلقى مثلا واحد التلميذ كيدير شوينغوم اللي خطا ولا اللي عاده تلصق عليه في شعره ولا غير مقبوله. اذا علاش انا كنت في واحد لو باساج ديال راه بعض الاطور ديال التعليم ماشي كل الاطور اكيد مثلا نعموش ولكن احنا اليوم تنتكلموا على قطاع كنهضروا على المعلمين والتلاميذ. اذا راه المعلم خاصو يعرف ان هذاك العقوبات اللي كانت ممارسه ومقبوله في واحد الوقت وكانت فعلا كيجي لواحد كيقول له ضربي باش يقرا ضرب الولد باش يقرا غير مقبوله اذا المعلم ولا الاستاذ ولا الاداره خاصها تعرف هو ان راه عندها في واحد المنظومه التعليميه راه العنف بجميع انواعه غير مقبول. اننا نخرجوا تلميذ خارج الفصل لانه شاغب يعتبر عنف يعتبر عنف ويعتبر حاجه ضرر اخر اللي غادي يجيك واحد الاب مثلا في مدرسه عموميه ولا خصوصيه تيقول لك اودي راه درس اللي فيه ساعتين راه حلقه. دابا تخيلي هذه الحلقه في ماتيماتيك ولا في الفيزيك ولا لا شيمي ولا هذا راه عنده واحد الا ما درتيش حصه ما غتفهمش الباقي وبالتالي خاصه العقوبه حتى هذا وهذا خطاب موجه حتى للاداره والمعلم راه هذيك الساعتين فيها ضرر هذاك الضرر في العود فاش تكون هذه عقوبه ولا ضرر اللي ما غاديش يقدر يتمكن يقرا من بعد. اذا هذه الانواع اللي تكلمنا ونقدروا نتكلموا على مثلا التلاميذ بيناتهم هذا الشيء علاش هو هذا الموضوع خاصه واحد الصرامه اكثر لان كنظنوا ان القراءه العامه هو ان اذا كان المعلمون ولا فاهم ولا المدرس فاهم هو ان مباشرة لا تعد كاين العقوبة ديالو ولكن العكس باقي ما مفهومش ما فاهمينوش التلاميذ ولا كيظنوا ان انا نقول الاستاذ ولا نعيب استاذ ولا نعيب المعلمة ديالي راه عادي ولكن القانون راه كاين حاجة اخرى ولا نبقاو نضحكوا كلنا في القسم بواحد على واحد الاشياء تافهة هذا راه عنف ممارس. اذا هذه سولتي على بعض المظاهر هذه كلها مظاهر بما فيها العنف الرمزي العنف المعنوي اللفظي المخدرات الايحاءات مثلا غير تقول واحد لومو اللي هو ما خصوش يتقال في القسم هذا راه عنف موجه لان ذاك الاستاذ راه عنده النفسيه ديالو وجاي باغي يقري وكتبدا هذا المصطلح ولا ربما راه
حتى هو ضرر وعنف. أكيد، لأن العلاقة ما بين واحد التلاميذ والمعلمين ولا الأساتذة ديالهم غادي تستمر سنوات. صحيح. وهذا الأستاذ ولا هذا المعلم، وتحياتنا لجميع نساء ورجال التعليم في المغرب، تيبذلوا مجهود باش يربيو لنا وليداتنا. كاين استثناءات ربما كيعاملوا الأطفال بواحد الطريقة اللي ما خصهاش تكون جيدة، ما خصهاش تكون، أو اللي تيعاملهم بطريقة خايبة كيف ما كنقولوا، ولكن الأغلبية كيبذلوا مجهود وحاضرين. كاين اللي كيمشي يخدم في مدينة ماشي مدينته، كاين اللي كيطلع للجبل. اليوم لماذا قانونيا يجب أننا نكون أكثر صرامة في موضوع العنف بالوسط المدرسي؟ خصنا نكون أكثر صرامة، لأن إلا ما كناش أكثر صرامة، لأن التغاضي اش كي يخلف؟ التغاضي، التغاضي هو التشجيع، وهو غادي يدوز من حاجة لحاجة أخرى. شنو التغاضي؟ التغاضي إلا كان واحد الوقت واحد الولد ينوض اللي هو لظروف خاصة، ولا غير لأنه في واحد الوضعية خاصة، وينعود عود يوقف تل عند الأستاذ ولا المعلم ويغوت بصوت عالي، ولا يبين لأن لادوليسانس كتعرفي واحد راه صحيح تبغي فرض راسه كذا. إلا ما كانتش العقوبة لهذا التلميذ، راه غادي الثاني والثالث والرابع، وغادي المنظومة التعليمية اللي كيركز عليها أي بلاد باش يدوز لواحد المرحلة أخرى غادي تنهار. إذا حنا هذا العمل دي إلا ما كانش تشديد، بالرغم من أن إلا ما كانش تشديد اوتوماتيكما غادي يكون الناس غادي يدوزوا الافعال اخرى، والعدد ديال الناس اللي يدوروا. وبالمقابل الا ما كانش تشديد فيما يخص بعض الافعال والتصرفات اللي كيقوم بها رجل التعليم، لانه اللي ما مقبولش منه يقوم منها من تعنيف، حتى هي غادا تعود ترجع على العمليه التعليميه. بالنسبه للطرفين استاذ فرحي، كيف يمكن إثبات تعرض للعنف؟ لا بالنسبة للأطر التعليمية، لا بالنسبة للتلاميذ. فواحد القيسم مسدود علينا احنا والتلاميذ. هاد العملية نطرحوها بها الطريقة، لأن دائما المسألة ديال الإثبات هو إلا كنا تنقولوا الأستاذ مصدق خاصو إلا جا قالنا نخدوها أرجون كونت، لكننا كنقولوا الأستاذ مصدق في منظومة تعليمية. وإلا كنا تنقولوا ما اجتمع التلاميذ كلهم على ضلال ولا على خطأ، لجاو كلهم تلمدوا كيقول لك الأستاذ قال هذه الكلمة خصنا ناخذوها، هذا مبدأين. ولكن أنا لا أرى مانعا، لأن هذه اللي هو واحد المؤسسة التعليمية، علاش ما يكونوش مثلا كاميرات؟ هذه من بعض الأفكار، كاميرات في القسم، علاش كاميرات مثلا في القسم ولا بعض التسجيلات؟ إلا ما بغيناش نقولوا الصورة تسجيلات ما يروجوا بالقسم، علاش هذا ما يروجوا بالقسم وهذه الأفكار مهمة؟ لأنها تحمي، لأن ما نقوله في القسم واحد الأشياء عادية أكيد، ويجب أن يبقاوا هادو في إطار الشفافية وفي إطار اللي هو هاد الإثبات. وكيف بعض المدارس ربما في عدد من الدول هاد الكاميرات كيتعطاو في أبليكاسيون لأولياء الأمور باش ممكن أنهم يدخلوا ويشوفوا وليداتهم فين كاينين، كيفاش أولادهم كيفاش كيتعاملوا، كيفاش كيتم التعامل مع وليداتهم. ولا حدث واحد الحادث اللي خاصه اللي هو يعاقب عليه فاعله سواء اللي هو تلميذ ولا معلم، كنلقاو هذه الوسائل ديال الإثبات اللي هي أنا موجودة. ما أرى مانعا منها إلا كنت في قسم راه ماشي واحد المكان خاص وما فيش خصوصية، وفي واحد الواجب وطني، وفي واحد التلاميذ اللي خاصهم يكونوا منضبطون. لا أرى مانعا من هذا التصور اللي يمكن يكون تصور اللي هو يحمي الجميع. واخا تلميذ مثلا غادي يسب الأستاذ ديالو أو لا غادي يتصرف واحد التصرف غير لائق، وهذا الأستاذ قام بالمتابعة ديالو، والعكس صحيح، أستاذ عمل تلميذ بطريقة خيبة أو لا ضربه أو لا قال لي شكله ما خصوش يتقال، ومشينا للمحكمة، ممكن بعد أن نرفع دعوى ضد هاد المسائل. خصو نكون المشاهد الكريم عارف أن ترفع ضد هاد، لأن الأشياء المجرمة كلها مجرمة، ما فيهاش داخل القسم وخارج القسم. لأن هاد الجريمة مثلا ديال التعنيف، واحد اللي هو واحد الولد غادي ينوض لأي سبب من الأسباب ويشنق مثلا على أستاذ، هذا عنف ويعاقب عليه القانون الجنائي. إذا حصل واحد الضرر، لأن كنقولوا الأشياء اللي مجرمة في القانون الجنائي راها لا جريمة إلا بنص، والأشياء الأخرى كيكون نقولوا فيها ضرر. إذا المحكمة شيء طبيعي، سواء المحكمة المدنية ولا المحكمة الزجرية شيء طبيعي. شنو اللي كيبقى هو أن واش هذا قاصر ولا راشد. إلا كان واحد ولد مثلا راشد في البكالوريا، راشد هذا راه يحاكمه، شخص طبيعي عادي، عنده الأهلية، عنده كل شيء، ممكن يدخل للسجن. يدخل للسجن، إذا هذاك يدخل للسجن، والقاصر يدخل للإصلاحية. إذا هادو أشياء طبيعية، خاص الأب
اللي كيشوف فينا دابا ويقول اودي راه حيت شي ولد قاطي ولا راه المدرسه ما كيتفاهموش ولا راه هو خاصهم يتفاهموا اكثر، لا خاص حتى المسؤول اللي هو الاب يفهم ان راه بعض التصرفات يقدروا يوصلوا الولد ديالك حتى اللي بغيت تكون منه راجل مستقبل يقدر يمشي لواحد لي باساج اللي فيهم حتى الاصلاحيه وحتى الحبس. فالحبس استاذ فراحي واش هذا الشيء كيف ما تنسميه بالدارجه حنا ولا تعرفوا المواطنين هاد الوسخ تيقولوا الوسخ ياك غير بقالك الوسخ في السجل العدلي ديالك. هاد السؤال علاش السؤال المهم ديال الوسخ؟ حنا مثلا الاب ملي كتسولي كيقول لك انا اكبر نجاح نقدر نحققه هو وليداتي ينجح. اكيد الا كان هاد الولد اللي انت كتسنى منه النجاح كتلقاه واحد الوقت في واحد الوحل. شنو هاد الوحل؟ بالدارجه الغيس. شنو هاد الغيس؟ هو انه ولا عنده دعوه في المحكمه، وليتي كتمشي معاه عند البوليس، وليتي انت مسؤول عليه في القانون المدني في التعويض، انت مسؤول ان راه هذاك قاصر، وسيرو جي لعند البوليس وسيرو جي لعند الوكيل ويقول لك لا 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 هذا الفعل خاصو يمشي للاصلاحيه عامين وخاصو ومن غادي عام ولا عامين ولا يقدر مشى. وكثر من ذلك اليوم ولات عندنا واحد الحاجه واحد كيتحفظوا فيها الذكريات. من قبل كان على ليميت واحد تشد في الاصلاحيه ونسى كل شيء، اليوم عندنا كاع واحد وسائل التواصل الاجتماعي ما تخليش ينسى حتى يكبر ويخدم ويخرجوا لي عند المشغل الجديد ديالو يقول له هذا راه ملي كان صغير كان مشاهب هو مشدود. اذا هاد الصور اللي لا يستحضرها الاب ولا الام اللي كيقول لك انا الحفاظ على اولادي وكذا، المدرس في بعض الاحيان المدرس هذا مشواره المهني، المدرس هذا تلقائيا المدرس لانه هذا راشد وعنده اكثر من ذلك، عنده مسؤوليه كره لان عنده التعليم وهذا التعليم عنده الحرمه وعنده التربيه وعنده القوانين كلها. الا دار شي حاجه راه ماشي على العقوبه ديال الوظيفه وديال هذه، ربما يلقى راسه في اشياء اخرى. ولكن حتى الاباء هذه الصوره باش الواحد الا كان واحد الولد كتشوفيه انت ان تقبل خاصك تلقى حل ولدك تقبل ليه، الا بغيتي داك الشيء الشغب ديالو تقبليه عندك في الدار. ولكن ولكن في الوسط لا خاص واحد لا ريغور غيبقى لي في السجل العدلي غيدور المجتمعات المنضبطه. اها واخا جاوبني على سؤالي غيبقى في السجل العدلي؟ يبقى ليه لانه يبقى ليه لا ملي يدوز يعود راشد، هذيك اصلاحيه تقويميه. اها ولكن على ليميت كاينه في الملف ديالو وكاينه في الاصلاحيه وسهل يطلع عليها مشغل يطلع عليها جامعه يطلع عليها. يكفي يكفي ان واحد الولد كان كيقرا حتى ولا في الاصلاحيه، كتعرفي الاثار النفسيه لالا زينب ديال الاصلاحيه، حيت حنا كنقولوا عواش تبقى في السجل، غادا تبقى في اكبر سجل والنفسيه ديالو ولد كان في الحضن ديال الاسره ديالو كيلقى راسو بالنفسيه ديالو غتبقى مسجله وفي الواقع ديالو غادا تبقى مسجله وفي الوسط العائلي ديالو غادا تبقى مسجله. اذا بغض النظر على السجل العدلي هناك السجل النفسي والسجل العائلي والسجل المجتمع واللي ما كتمحاش وهي اكبر اثر. استاذ فرحي شكرا لك، رسالتنا اليوم لبعض الاباء اللي ربما فاش يجي الابن ديالهم او الابنه ديالهم يتكلموا استاذ دارليا واستاذ فعليا ما عمرنا نتكلموا بطريقه خايبه على الاساتذه، ملي يكون واحد المشكل او الابن ديالي ما مرتاحش في المدرسه ديالو نمشيو ونتكلموا مع المعني بالامر نلقاو حلول بلطافه. الا شافني ولدي انا كنتكلم مع المدرس بعنف غادي يتصرف غادي يسمح لنفسه انه يعامل المدرس بعنف. علاقه اللي كتجمعنا في المدارس سواء او في الجامعات او لا من الصغر من اللي تندخلوا للراود كيف ما نقولوا وليداتنا، العلاقه ما بين هاد الطلبه والتلاميذ والجانب والاطر التعليميه هي علاقه احترام، احترام من الطرفين. ورساله ايضا لبعض الاشخاص لان ربما كاين اشخاص ماشي كتختار التعليم لانها كتبغي هذه المهنه النبيله صح. للاسف كاين اشخاص كيختاروا التعليم لان كيبغيو غير يكونوا مرتاحين ويشدوا العطله صح. ولكن اذا كنتي غتدخل التعليم فكر قول انا واش باغي نادي واحد الرساله نبيله، انا واش عندي الطاقه راها سنوات وغنقري اجيال. هذا هو التوجه اكيد، هذا هو التوجه الجديد دابا بدنا نقولوا صناعه المعلم والاستاذ اكيد معنا اللي غادي تبقى هنا ماشي في التعليم وكتفكر تمشي للخارج وبغيت دير لا بروموسيون ايموبيليير وبتمشي لحاجه اخرى. المهم داخل التعليم غادي نعلم جيل غنصنع اجيال. كاينين وليدات اللي كبروا هما تيكرهوا المدرسه غير فاش كانوا صغار واحد الاستاذ ربما سبهم، وتحياتنا لكل الاطر التعليميه متفانية. اللي تتقوم بالخدمه ديالها كما يجب، اللي كتحترم هذا التلاميذ والطلبه واللي كدير في بالها بلي انا بغيت هذا الشخص هذا الوليد وهذه البنت ملي كبروا يبقاو يذكروني بالخير.
وأمثلة كثيرة وجميلة أكيد. وشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة. تحياتنا لكم فيما كنتم متابعينا. أستاذ فرح شكرا لك لأنك شرفتنا بالحضور ديالك اليوم. موضوع مهم جدا بالهدف نشر الوعي ونصحوا مجموعة من الأخطاء اللي ولينا كنشوفوها في المجتمع ديالنا. دكتور خضري راك مازال معايا شوية، غادي نمشيو هاد المرة ونتكلموا إتيكيت وفن العيش. كيجيو عندنا الضياف قال لك يا سيدي ممكن يكونوا من العائله ولا يكونوا اصدقاء ديالنا غيتوزو عندنا شي يامات، كيفاش حنا خصنا نتعاملوا معاهم وحنا كضياف كيفاش خصنا نتصرفوا باش ما نتقلوش على هذوك مالين الدار؟ مجموعه من النصائح تقدمها لنا زينب خضري شي خبيره الاتيكيت وفن العيش. مهدي عيط لخالتك قول لها غندوز عندها بجوج مع جوج، ولا بغات نطرقوا خالاتك بجوج نجيبهم معنا بجوج ونخليهم تيجيو بوحدهم مع جوج. هاد التليفون هو مشارجي بنجمع جوج جوج، عيط لهم بجوج ودوي معاهم بجوج وانا راه غنهز يدي بجوج. الو زينب راحتكم في الهضره مع السخاوه ديال النجمه زوج جوج ديال اتصالات المغرب، 5 دراهم فيها 50 دقيقه من المكالمات صالحه لمده يومين، و10 دراهم فيها ساعه و45 دقيقه صالحه لمده 4 ايام. زينب خضرة جيت سعادة تكوني بيناتنا اليوم. شكرا زينب. اهلا وسهلا. حنا غادي نمشيو ضياف او حنا غادي نستقبلوا اشخاص عندنا في المنازل ديالنا لعده ايام، طريقه التصرف من الطرفين ديجا واش في الاتيكيت بخصوص هذا الموضوع، طريقه التعامل كتكون هي نفسها سواء مع اشخاص من العائله ديالنا جايين عندنا ولا اشخاص برانيين علينا نفس الحاجه؟ لا ماشي نفس الحاجه، ودائما حنا كنعرفوا هذه يعني بطبيعه الانسان داك اللي كيكون قريب لك بزاف قريب منك فكتكوني واخده شويه الاريحيه اكثر، ولكن كاينه قواعد ماشي هو ياخذ راحته وانا ناخذ راحتي بزاف. لا لا، وهنا كذلك نوع الاستضافه، راه كاينه واحد الاستضافه اللي واش انا اللي عرضت عليك ولا انت اللي عرضتي على راسك. أيه. شيء مهم بزاف بزاف بزاف. أيه. ما نقولوش هذاك الشخص مشينا عنده اولا ما طلعش فينا اولا ما استقبلناش اولا ما ضحكش معنا الوغ هو ما عرضش علينا، حيت كاينه زينب اللي كيجي كيعيطك تيقول لك الوغ واش غتكون السمانه الماجيه في الدار ولا احنا راه جايين عندك، وخصوصا فاش كيكون العطله اولا عطله الربيع اولا فصل الصيف اولا واحد الانسان كيكون ساكن حدا في الصيف حدا البحر فكتلقاي العائله كلها كيجي الصيف كامل وما كيطيبو مساكن فكيكون كيعاني هذاك الانسان، ماشي انه ما كيبغيش هذوك الناس ولكن راه كل واحد وظروفه. ودابا حاليا اتيكيت الاستضافات تبدلات ما بقاتش كيف كانت، يعني الناس ما يبقاش يبقى فيهم الحال تبدلات. افون كنا الا بغيتي تمشي عند اهلك وحبابك ما كتشاوريش مع راسك، كتقدري تدخلي عليهم وتمشي عندهم كتكوني دايزه كتوقفي عندهم، دابا ما يمكنش. ماشي حيت كاين شحال واحد كيقول لك دابا والناس تبدلات وما بقاتش فيهم هكذا وعلاش، ماشي تبدلات، الحياه المسؤوليات ولاو كيختلفوا إيه؟ دونك يعني ما بقاش عندنا ديك القضيه ديال مثلا انا نجي وندق عليك بالعراده او حتى نوقف عليك، من الاحسن ويفضل انه تعيطي للشخص وتشوفي واش ما عنده حتى شي اسبقيه شي اولويات ولا عنده شي مسؤوليات عاد نقدر نمشي عنده شي، حتى لو كان مثلا البنت مع امها. دابا شوفي دابا حنايا هذا العالم ولينا عايشين بيان سور مرحبا بهم دارهم، ولكن غير كتعلمك ماشي كتعلمك كتاخذ من عندك الاذن نو لا تقدر يكون عندك موعد عمل ولا ما نساليش او تقدروا تقول لك جينا وما لقيناكش بغيت جلسي معاهم، ولكن جاو فهاديك الفرصه هذيك الوقيته اللي انت عندك واحد هذا. يعني من الاحسن اي واحد غادي عندنا نتسناو الاستضافه، ولا كان قريب منا وبغينا نمشيو ما احتاجناش الاستضافه فنعلموا الشخص. ودكتور خضري الناس اللي كتجيو تعرض على راسها راه كدرتها بميزانيه الناس اللي غادي عندهم اكيد. هو قال لك الله يرحم من جاو جاب، يعني الانسان كيساهم. بغيتي تعرض على راسك جيب معاك، ما عرضتي على راسك جي مقوم راسك. في الاتيكيت ممكن نجيبو معنا الا حنا عرضنا على ريوسنا؟ على حسب، انت عارفه الناس كتعرفي الامكانيات ديالهم، الا كنتي عرفتي الامكانيات كتسمح لهم وغيديرها من قلبهم وسي باغاف، يعني ما غياثرش لهم على الميزانيه ديالهم فعادي، يعني هما براسهم ما كيقدروش. وكيف حاله زينب خضرة جيت الدار ديال البحر اللي تكلمتي على الصيف كامل العائله جايه واخا يكون الميزانيه تسمح راه فهمتي شنو نقول لك؟ انت غادي انت حد عرفتي الميزانيه لا تسمح فانت كتحاولي انه كتخرجي كتقداي كتجي كتجيبي معاك كتعرضي عليهم كذلك انت مره للخارج. وهذا نقطه مهمه جدا، الا مشينا عند شي حد واستضفنا في داره
فما فيها باس إلا كنا احنا معروضين مرة نعرضوا للشخص اللي في البيت نعرضوا ليه حتى هو الخارج نقولوا له غنخرجوا مع بعضياتنا وحنا اللي عارضين اللي عارضين اللي توسق كيف راح شي حاجة زوينة بخريجة أنا عيط للناس وأردت عليهم شنو حاجة اللي رد لهم البال اللي ربما قدر تفهمها الآخر خاطئ ألوغ إلا عرضت على الناس تبتصف فيهم في بيتك حاولي أنه شوفي واش عندهم أطفال داكوغ دونك مثلا اللي عندهم اطفال فكنحاول انني نحيد انا من داري اي حاجه كتهرس لي زوبجي اللي كيكونوا صغيورين يعني لانه داك الطفل يعني واخا يهرس لك شي حاجه في الدار ولا ما تقدريش تقولي عليه راه ما مربيش ولا ما رباوش لي بارون ديالو ابدا لانه الطفل اللي يقدر يطيح في اي وقيته فانا مولا الدار كنجمع كنحيد هذاك الشيء اللي يقدر يكون انا ما بغيتوش يتهرس ربما اياه وكنحاول نشوف هذاك الطفل ديالي اشنا هو بشويه كنشوف شنو الاسلوب ديالو في الحياه باش نقدر نوفر ليه واحد لو سيجور اللي هو زوين عندي لانه الانسان كيقدر ينسى شنو كلا كيقدر ينسى اي حاجه كيفاش كانت الدار ولكن ما كيقدرش ينسى الاحساس اللي خليتي عنده كيفاش عامل هذاك الشخص هذاك الاحساس اللي فاش مشى عندك ذاك الاحساس اللي بقى عنده ما عمرو ما كيتنسى عليه كيبقى يقول له مشينا عند لا بيرسون وطلعت فينا ودارت لينا ولكن ما كيعطيكش لي ديتاي الاحساس كنشوف الضيف ديالي شنو مولف امتى كيفيق معاش كيفطر فاش كيتفرج ماشي بالضروره نحط انا امبوز عليه داك الشيء اللي كنتفرج فيه نسولو تبغي تفرج شي حاجه عندك شي حاجه مفضله تبغي تفرجوا فيها ايوا متابعين شي مسلسل كنحاول مثلا الا عنده واحد القهوه حيت كاين شي غير شي حد كيكون كيشرب له كافي في واحد الوقيته معينه ما كيبغيش يمشي يتعرض عند الناس الا حتى وما كيقدرش فانت هاد الحويجات صغيرة هما اللي كيمارك ديك زعما يمارك ان غران ديفيرونس في الاستضافه انا فاش نمشي معروضه عند شي شخص مثلا ولا عرض عليا شي حد وغنجلس عنده عده ايام واش نوض نشقى معاهم نعاونهم الوغ عاوتاني على حسب انت كتشوفي معك حيت هذه ماشي ما داخلاش خصني ندير وخصني ما ندير على حسب الشخص اللي جا عندك كاين شخص اللي ما كيبغيكش تدخلي ليه الكوزينه ديالو ولا وكما كنقولوا الاشياء الفضاء الخاص الفضاء الخاص فكيفضل انه ما تعاونيش ولكن الا شفتي انه الانسان خاصه معاونه ما عندوش اللي يعاونه في الدار ما عندوش واحد المساعده ما عندوش ما يمكنش تخليه بوحدو كيدير كل شيء مي واخا حاجه اللي مهمه انني نصايبه ونخليها نقيه ونظيفه ومقده هي لا شومبر اللي عاطيني ناس فيها يعني واخا يكون عنده الناس كيساعدوا في الدار او انا نقد فراش وانا نجمع لا شومبر ديالي خاصها تكون هكذا كدير مقده مرتبه مستفى حاجه واحده اخرى ثانيه ما نكرهوش اي واحد تستضف عند شي حد اخر فاش يجي ماشي غادي نقولوا ليه ايوا امتى غتمشي نفضلوا انه الضيف يعطيك بحال سوبتي انا يقول لك مثلا ايوا كيجي في وسط الهضره يحاول يقول لك امتى غيمشي ماشي لانه زعما غيتقل عليك ابدا علاش باش حتى انت الا كان عندك شي برنامج في الايام المقبله شي حاجه بغيتي ديريها بغيتي تعطي رونديفو مع شي حاجه ديال العمل او شي حاجه شخصيه فكتكون عندك فكره امتى الضيف ديالك غيمشي مثلا وليداتنا تيديروا لي زاكتيفيتي واش ممكن انك شخص مستضيف ناس عندي نقول لهم سمحوا لي راه انا نخليهم في الدار ونمشي ندير الابن ديالي لاكتيفيتي النشاط ديالي هادي بالعكس مزيانه زين بلي ذكرتي سي تري بيان الا انا مشيت عند الناس ما نبقاش جالس لهم في الدار يعني هذيك المده كامله خصني نعطي مسافه للناس في دارهم باش يحسوا غير شويه يقدروا واخا يكونوا قراب مره خرجي جيبي دويره ولا سيري قدي شي غرض ولا دي وليداتك لي زاكتيفيتي ولا ديري اي حاجه وعاودي رجعي غير كتعطي لهم داك نفس الا بغا يعاودوا يقضيو غرضات ديالهم ويقضوا امورهم فوالا ونخرجهم كما قلنا مره ما نكلفوش على ريوسنا بحال مثلا عدد من الاشخاص كاين فرق بين الكرم وتكلف على راسك ملي يجيو عندك الضياف وحنا دائما كنبغيو نكبروا حنا شعب مضياف كنبغيو نكبروا بالضيف ضروري بعد ما تكتمشي فوق جهدك ولكن غير ولكن كاين اللي كيكثر لا 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 شوفي اي حاجه فات على الحد ديالها كتنقلب للضد ديالها لانه الانسان الا حس براسك كديري تكلفات وكديري واحد المجهود فهو كيولي محرج حاول ما امكن نحس نخلي الضيف ديالي يحس انه مرتاح عندي وبلي انا ما بدلش مجهود فوق طاقتي حتى هو غيولي يقول ملي غيجي عندي خصني ندير ليه اكثر من هذا الشيء اللي دار ليا وكذلك الضيف حتى هو يعمل ما بالجهد ديالو باش ما ياخذش راحته الكامله شوفي العكس هذاك باش يريح الضيف والشخص الاخر يعمل جميع ما في جهد ديالو باش ما يبقاش مرتاح في هذاك البيت علاش ما يمكنش مثلا نجي ونمشي ناخذ لك اغراضك الشخصيه مثلا لقيت شي هذا سي شوفي ولا هذاك باش كنشف شعري مشيت ديالك ونهزو ونستعملو لقيت
المشطه مثلا ديال الشعر ديالك نستعملها اي اغراض خاصه ليا شخصيا ما نستعملهاش للشخص نهائيا. يعني كنحاول نستعمل الاغراض ديالي، ما نقدرش نمشي ونبقى كندور في الدار ونمشي هنا ونعطي الراي ديالي على الديكور. كاين اشخاص كيدخلوا الغرف نوم الناس اللي مضايفينهم، لا ولا يقول لك واش نمشي ناخذ هذه البلاصه واش كاينه في بيتك، وكتلقاي لا بيرسون وصلات لك للبيت ديالك وخدا داكشي اللي بغات. دونك هنا نلتزموا شويه الحدود ديالنا. شكرا لك على نصائحك اللي نزلوا في خضره دكتور خضري. شكرا لك ايضا. مشاهدينا غادي نختموا اليوم بفقره قصه نجاح، ندخلوا العالم جوج ديال السيدات، السيده سناء برقاش والسيده هند طناني. كيف جاتهم فكره انهم يخلقوا اول ماركه صباغه على الحرير؟ نتعرفوا على نجاحاتهم على العالم ديالهم، شاهدوا ريبورتاج ورجاء استقبالهم في برنامج اسرتي. الفكرة جات من الواقع، فرضات نفسها، لأنه كنا في حاجة أننا نخرجوا من ستريس والروتين اليومي ما بين العمل وما بين العائلة والأطفال. كنحبوا الفن بجوج، قلنا في 2017 أننا نديروا تكوين ديال الرسم على الحرير، شي حاجة اللي رفعوا بها نفسها هذه من جهة، ومن جهة ثانية نخلقوا فولارات وإشارفات لينا حنايا، لأنه كان عندنا مشكل ملي كنخرجوا للسوق ما كنلقاوش الفولار اللي كيواتي اللبسة ديالنا واللي كيجينا على الكاع. دونك في 2018 لانسينا لا مارك، في الاول بدينا بالاشارفات والفولارات، من بعد بدينا كنطوروا كل عام باسكو حنا عزلنا الجديد. بدينا من بعد بلي تونيك في رمضان مثلا، في المناسبات اللي معروفه رمضان لي تونيك جلالب، من بعد زدنا الحاجات اللي بسيطه، اكسسوارات، حلقات، عقد، عقود، دي براسلي، كلهم بالحرير المرسوم. هنا تنخدموا حصريا على الحرير، والحرير فيه بزاف الانواع. هنايا راه كاينين هما دي شانتيون، كاين الفلور دو سوا، كاين ساتان دو سوا، كاين بونجي دو سوا اكسترا. دونك حنا تنختاروا في الاول النوع ديال الحرير اللي غادي نخدموا على حسب القطعه الفنيه اللي غنخرجوا. عندنا اي كوليكسيون تتكون مكونه تقريبا من 10 قطع، تنجلسوا تناخذوا وقت كافي باش تندرسوا لو ديزاين ديالها، الالوان اللي غندخلوهم، لي باليت دو كولور اللي غادي نستعملوهم، التقنيات اللي غادي نرسموا بهم، باش تنخرجوا في الخط واحد الكوليكسيون اللي تتكون منسجمه ومتناسقه. القطعه تقدر تطلب لنا في الخدمه من نهار حتى اسبوع، بحال لوحه فنيه على حسب التقنيه اللي غادي نخدموا بها. سعادة أننا نستقبل بناتنا سناء برقاش، مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، وشرفنا أيضا هند طناني، مرحبا بك. شكرا، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. شفنا في الروبورتاج زميلات في العمل، انطلقتوا في تجربة مع بعضياتكم، أول ماركة للصباغة أو للرسم على الحرير. أشنو اللي خلاكم أنتم عندكم مجال العمل ديالكم، كل وحدة كتشتغل في مجال في تخصص، سناء انجينيور ياك؟ وي واخا. وهند مراقبة تسير. مراقبة تسير، مجال العمل ديالكم، عندكم عائلاتكم، حياتكم غادية هي هذيك، شنو اللي بغيتوا، شنو علاش بغيتوا تبدلوا؟ هو في الحقيقة المرأة ديما خاصها واحد التوازن، لأن كندخلوا في واحد الروتين مع العائلة مع العمل، دونك تيكون واحد التوازن تيختل شي شوية. حاولنا نشوفوا شي متنفس اللي كنا مع حنا زملاء في العمل، كان جالسين كنهضروا، قلنا خاصنا نديروا شي اكتيفيتي هكا فنية اللي غادي نرفهوا بها على نفسنا. مشينا درنا واحد الدورة ديال الرسم. 2017 درتوا التكوين، كيفاش كانت بالنسبة لكم هذه الانطلاقة؟ كانت انطلاقة جد ممتعه، باسكو في الاول كانت بحال قالت الزميله ديالي هند، كانت متنفس، كانت هي فقط الراحه من داك الروتين اللي بدا شويه كيتاثر عليكم. اكزاكتومون. ومن بعد ولينا تنديروا بعدا راسنا حويجات هكا اللي تيجينا، فوالا اكزاكتومون. وبشويه بشويه لقينا راسنا بحال دوك الفكره فرضات راسها، ولقينا راسنا في الماركه في انتاج، دوك فوالا اللي الاسم ديالها مشتق من هند وسناء. هند وسناء. اي هند، منذ انطلاق المشروع
كتشتغلوا مع بعضياتكم في الحياه العاديه ومشروع جديد يجمعكم، ما كتقولوش مره غادي نملوا من بعضياتنا كصديقات؟ لا بالعكس، حيت احنا شخصيه متكامله، سناء هادئه ومتزنه وعندها واحد شخصيه كالم، انا شخصيه طاقيه ونشيطه جدا، هذا دونك هذاك كنكملوا بعضياتنا، ولكن فنيا كنتفاهموا دونك الابداعات ديالنا كيتلاقاو. واخا في الابداعات ديالكم ازياء واكسسوارات الرسم على الحرير، شنو نقدروا نقولوا شنو اللي كيميز ابداعاتكم؟ انهم اولا كل قطعه هي قطعه فريده، ما كايناش اختها، ما كتصابوش اختها، ما تنصيبوش اختها، هذه هي الاولى. ثانيا ان كاينه واحد اللمسه مغربيه، لمسة مغربية يا إما في الديزاين ديالها يا إما في اللبسة ديالها، استاذ إلا كنا غنديروها مثلا كومين تونيك بالدريس ولا شي حاجة فوالا. واللي تيميز عاوتاني بحال دابا كنا درنا واحد لوحات، واحد شاركنا في واحد المعرض و سي ديطوال ديال صبغة زيتية، ولكن فيهم قطعة من الحرير. دونك فوالا، دونك عندنا ديما شي حاجة تنخرجوا بها منفردة اللي تتميز القطع اللي كتخرجوهم. نهار عرفوا العائلة ديالكم هند أنكم غادي تنطلقوا في مشروع جديد مع بعضياتكم، مشروع فني، رمتما كسيدات، وهذه رسالة جميلة منكم اليوم من برنامج أسرتي، أن كل سيدة محتاجة أن تحافظ على واحد التوازن ديالها. ملي كنجوجو كنديروا الوليدات، أنا ماشي باش نساو ريوسنا وماشي باش نتخلاو على أحلامنا وطموحاتنا لأننا تزوجنا أو لأننا جو عندنا الأولاد وكنمشيو من بعد كنبداو نقولوا أنا ضيعت حياتي عليكم. من حقك تكون لك مساحتك، من حقك تعلمي اشياء جديده، ومن حقك تبداي في اشياء جديده في الحياه باش تقدمي عندك الطاقه لراسك والناس اللي عايشه معاهم. العائله لاي درجه كان لها دور في مساندتكم؟ دور كبير، كان مساندة 100%. بالعكس كتشوف هذيك اللمعة ديال الأطفال في العينين ديال الأطفال ديالك، أن ماما بالنسبة لهم هي البطلة، هي النجمة، لأنها قدرات أنها تدير شي حاجة بحال هكا، وأنها عندها مثلا الناس اللي تيطلبوا دوك الإبداعات ديالها، هما ديما في حلم. بيان سور الزوج حتى هو تيكون هذيك السيدة ديالو كتكون في الدار راه كتسهر على راحة البيت وعلى راحة الأطفال، ولكن عندها واخا معجب بها لان عندها داك العالم ديالها، عندها مشاغل، امراه اعمال، تيكون داك تتجدد واحد الطاقه في العائله، وتالصوره كتولي تبان مختلفه، كيحس ان زوجته خلق لنفسها عالم خاص بها. وجميل، تحيه تقدير واحترام جميع الازواج اللي تيساندوا السيدات ديالهم والزوجات ديالهم باش يحققوا احلامهم وطموحاتهم. فالمشروع ديالكم منذ انطلاقه، هنقولوا البدايه الرسميه كانت في 2018، كانت صعوبات واجهتكم؟ ما نقولوش صعوبات، انا نفضل نقول تحديات. شنو اهم التحديات؟ التحديات هي تلقاو المواد الاوليه بحال دابا ما كاينينش، اولا تنكونوا بعد نوبات تندوزوا من واحد المراحل ديال واش هاد ديك الشعله اللي كانت اللي عطاتنا ديك الانطلاقه واش غادي تبدا تطفى ولا لا، ولكن الحمد لله حنا بجوج، دونك وحده تتكمل وحده وتتقوى بعضياتنا وتنمشيو، وخصوصا ملي تتكون تدير شي حاجه تتحبها دونك تتمشي فيها جوسكوبو، واخا تواجه ديك التحديات تطلع درجه بدرجه درجه بدرجه. اليوم واش الرسم على الحرير في متناول الجميع، أزياء وأكسسوارات مثلا تكلموا على مشروعكم، واش الناس أي واحد يقدر يسمح راسه أنه يشري ديزارتيكل أو لا هي مصوبة لواحد الفئة؟ هي بحكم أن كما قال سناء المواد الأولية ما كايناش، وأنها تقنية كتاخذ الوقت بزاف، وكل شيء المواد مستوردة، دونك عندها واحد التكلفة اللي شوية طالعة، ولكن حنايا ملي شفنا هذا الشيء ما بغينا أن الإبداعات ديالنا يوصلوا للناس كاملين، ولينا كنحاولوا نديروا قطع صغيرة، كنديروا قطع كنبتكروا اكسسوارات باش ما تكونش مكلفه، كل شيء يقدر ياخذ من عندكم. سناء شحال تقدر تاخذ لكم واحد القطعه باش توجد الوقت؟ تقدر قطعه تاخذ لنا اسبوعين مثلا، ياك اقل حاجه جوج سيمانات الخدمه او لا؟ لا في اوموين اوموين واخا، وتقدر شي قطعه تاخذ لنا 48 ساعه واخا. دونك كاين على حسب عدد التقنيات اللي غنديروا اللي غنستعملوا ونوعيه التقنيه اللي غنستعملوا، ولكن اللي تياخذ لنا الوقت اكثر هو دراسة شنو غنديرو، ديك لا كونسيبسيون هذاك هو اللي تياخذ لنا الوقت. كيفاش كديرو؟ كيفاش كتشتغلو؟ قبل ما نبدا حنا تنخدمو باغ دي كوليكسيون، دونك تكون عندنا مجموعات، والمجموعات تكون تقريبا عندنا 10 قطع ما تنفوتوهاش 10 قطع. هنا تنخدمو على لي باليت دو كولور شنو نستعملو،
الرساله اللي تتحمل ديك الكوليكسيون. واش غادي نخدموا على اللمسه المغربيه ولا نخدموا على الطبيعه ولا غادي نخدموا على التراث ولا غادي هذا شنو الرساله بغات تدوزها من خلال ديك المجموعه اللي تنديروا. وكل قطعه تتكون عندها ان تيكست واحد وعندها سميه بطبيعه الحال عندها قصه اللي تترافقها ولا غتسمح للزبونه ولا الزبون اللي غادي يشري من عندكم انهم يتعرفوا على القصه وتتحمل طرف من الروح ديالنا هذيك بحال بيبي اكيد كتصابوها الناس اللي يشريوها من عندكم. مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في ان الماركه ديالكم او العمل اللي كتقوموا به وصل للناس؟ بطبيعه الحال احنا ما كناش مواقع التواصل الاجتماعي ما كناش داخلين ليها بتاتا هذه 5 سنين مي بحكم هاد الاكتيفيتي ولينا كنشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي حلات لنا بزاف ديال الابواب تعرفوا علينا الناس من خلالها ودرنا شراكات مع فنانين ما كناش كنعرفوهم لينا كنعرفوهم في انستغرام ودرنا معهم شراكات لانه جوج فنانين حدو الافكار كتكون كثيره والنتيجه كتكون رائعه وكوننا صداقات عديده في غير عبر من هذا المنبر نقولوا ان مواقع التواصل الاجتماعي ماشي كلها سلبيه غير الانسان خاصو يحسن استعمال ديالها. عرف كيفاش استعملها. سؤال اخير شنو مازال كطمح سناء نطمح بان هذا الفن ديال الرسم على الحرير يولي اكثر معروف في المغرب حيت تلقاه في اوروبا الشرقيه كثير وليني في المغرب قليل. تنطمح على ان توصل هذا الماركه ديالنا العالميه باش تمثل المغرب اكثر احسن تمثيل. ممكن انكم نشوفكم كتشاركوا هذه الخبره اللي راكم توا في سنوات مع جيل جديد باش نساهموا في انتشار هذا الثقافه وهذا الفن في هذا المجال. هذا كنديروا ورشات كنكونوا فيهم سيدات وكنفكروا اننا نكونوا الشباب انه يحاول يتقن هذا الرسم. تكون السيدات شنو تبغوا توصلوا لهم من خلال تجربتكم؟ كل شيء عنده واحد الحس فني، كل شيء عنده شي موهبه غير يطورها ما يجلسش بلاش يطورها باش يخلق واحد التوازن في الحياه ديالو لان الفن غذاء الروح. اكيد. شكرا لك هين، شكرا لك سناء، واكيد التوفيق لكم في رحلتكم ودائما تكونوا مبدعات ومتميزات. وصلنا نهايه حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام، شكرا لانكم تابعتونا. موعدنا يتجدد غدا وتبقوا على خير على الاولى.